مساء الخير، أنا دكتورة رشا صبح، مدرس أمراض باطنة وغدد صماء في القصر العيني جامعة القاهرة. الحقيقة جاتلي أسئلة كتير عن موضوع مهم، وهو مرض السكري النوع الثاني اللي بيجي في الأطفال أو بيجي في الشباب. الحقيقة المرض ده انتشر جدا في خلال الفترة السنين اللي فاتت، لدرجة إن 2.5% بيزيدوا سنويا من الحالات دي. احنا دايما متعودين ان احنا نشوف المرض السكري النوع الثاني يجي في الكبار او الاطفال اللي بيجي فيهم النوع الاول، لكن الحقيقه ابتدى يزيد قوي الفتره دي النوع الثاني لما بيجي في الاطفال. طيب هل ده ليه اسباب او ليه مشاكل؟ طب احنا ليه هنبتدي نوجه اهتمامنا قوي للموضوع ده؟ لان السكر النوع الثاني او السكري النوع الثاني لما بيجي في الاطفال او بيجي في الشباب بيبقى ليه مشاكل كتيره جدا. الحقيقه بيحصل ان الاطفال دول بيخش في مشاكل في القلب، مشاكل في الاوعيه الدمويه اكتر كمان من الكبار. يعني ايه؟ يعني الموضوع ده مهم جدا، لان المشكله دي لما بتحصل في الاطفال ده لسه في بدايه حياته، لما هيعدي عليه 20 و30 سنه وهو عنده السكر، لا العيان ده انا بفقده بدري جدا، فلازم ان انا ابص على المشاكل اللي بتحصل مع السكر واسبابها. طيب ايه اسباب السكر النوع الثاني اللي بتيجي في الاطفال او في صغار السن؟ اسبابها كتيره قوي، اهمهم السمنه. العيانين دول للاسف بيبقوا كلهم او معظمهم تخن في الوزن. طيب السمنه دي بتتقاس ازاي؟ بيبقى ليها برسنتايل كده او درجه بقيس بيها وزن العيان واحسبه، واقدر اقول العيان ده فعلا عنده زياده في الوزن ولا عنده كمان سمنه او سمنه مفرطه. طيب ابتدي اشوف العيان ده فعلا بيندرج تحت انهي بند، وابتدي اشوف ايه اسباب السمنه دي. منتشره جدا في ايامنا دلوقتي، لان السمنه دي سببها الحياه الراقده للاطفال. الطفل بيبقى فاضل طول، بيفضل طول الوقت قاعد قدام الموبايل، قدام التلفزيون، قدام الكمبيوتر، ما بيتحركش، ما بيلعبش رياضه. انتشار جدا الفاست فود، كل الاطفال بيحبوا ياكلوا الاكل بره البيت، ما بياكلوش الهيلثي فود. فطبعا ما فيش هيلثي لايف ستايل او حياه منتظمه في الاكل وفي الرياضه، فده بيؤدي الى ظهور السمنه وبالتالي بيظهر السكر النوع الثاني. طبعا بيبقى في اسباب اخرى جينيه، جينات، بيبقى في فاميلي هيستوري، او ان في حد في العيله عند الطفل دوت عنده سكر، او والدته جالها سكر اثناء الحمل، ده بيكون الطفل ده عرضه ان هو يجيله مرض السكري النوع الثاني اكثر من اي طفل تاني. طيب هل بيبقى في مشاكل مصاحبه لمرض السكري دوت في النوع الثاني في الاطفال دول؟ اه طبعا في مشاكل، واحيانا كمان المشاكل دي بتظهر بدري جدا، لدرجه ان العيان بس جاي بيشتكي لي اول شكوى او اي اول زياره للعياده وبيبلاقي معاه المشاكل. ايه المشاكل دي؟ ممكن الاقي عند العيان ضغط. طبعا لازم اقيس ضغط العيان اول ما يخش لي، العيان جاي يكشف سكر لكن الاقي سكره عالي والاقي كمان ضغطه عالي، محتاجه ان انا اظبط ضغطه جدا. يبقى لازم اعمل سكرينينج او ان انا ابحث عن الضغط في كل العيانين دول. ليه؟ لان علاج الضغط مهم زي علاج السكر، عشان اقدر احمي الاوعيه الدمويه بتاعه المريض واقدر احمي الكلى بتاعته ان هي يحصل لها مشاكل في المستقبل. ايه كمان؟ زياده في الدهون. العيان ده بيبقى عنده كوليسترول زايد ودهون ثلاثيه زايده. الكوليسترول الضار زايد جدا في دمه، وكمان ده ممكن يحصل من اول زياره. يبقى انا لازم اظبط سكر العيان الاول، لان طبعا السكر العالي بيعلي الدهون، الدهون الثلاثيه بالذات. فاظبط سكر العيان الاول وبعدين ابتدي اقيس له الكوليسترول او الكوليسترول بروفايل بتاعه في المعمل. لقيت ان العيان لسه سكر الدهون بتاعته عاليه او الكوليسترول بتاعه عالي، فابتدي ان انا ادخله في لايف ستايل، ان انا اغير حياته، اقول لازم تلعب رياضه، لازم تظبط اكلك. نحاول شويه لمده 6 شهور ولقيت لسه بردك الدهون عاليه، لا ساعتها لازم ابتدي علاج على طول بالعلاجات المشهوره للدهون الثلاثيه والكوليسترول. طيب بالنسبه مشاكل ثانيه اللي ممكن تبقى مصاحبه لمرض السكر هي دهون على الكبد. ممكن العيان ده بردك من اول زياره ليه الاقي عنده دهون على الكبد. ازاي بعرفها؟ ان انا بطلب الترا ساوند او بطلب سونار على البطن العيان ده، بطلب له تحاليل وظائف كبد، بلاقيها عاليه او ابتدت تعلى ومستمريه في العلو او ما بتتحسنش، لا ابتدي ساعتها ان انا ابعته لدكتور جهاز هضمي ان هو يظبط له الحكايه ديت، وفي نفس الوقت ان انا اشجعه ان هو يفقد الوزن، لان مع فقدان الوزن وعلاج الدهون دوت بيخلي العيان دوت كويس ان هو يتحسن الدهون اللي على الكبد العام.
طيب في عيانين تاني بيبقى مثلا لو بنات بيبقى عندهم تكيس على الموبايل، وده بيبقى جزء من المنظومه كلها اللي موجوده، او المشاكل اللي عنده كلها بسبب السكر او بسبب السمنه. طيب العينين دولت ممكن نعالجهم بحبوب منع حمل، طبعا بعمل سونار بردك على الموبايل واشوف لو في تكيس، بعالجهم بحبوب منع الحمل. هل هي ممنوعة في السن ده؟ لا مش ممنوعة خالص، هي حاجة كويسة تعالج التكيس. وفي علاجات برضك تاني أقراص ممكن ياخدها علشان تاخدها البنت علشان تعالج التكيس ده. في تاني حاجات مصاحبة، ممكن العيان دوت يكون عنده مشكلة في النوم. العيان ده مجرد ما بيروح في النوم بيبتدي يحصل له اختناق من الحنجرة، لأن في دهون كتير قوي على رقبته. العيان ده بيبقى عنده مشكلة في النوم، فبالتالي بيخش في anxiety، يعني توتر. العيان ده بيبقى عنده توتر جامد وعنده اكتئاب وبيتعرض لستريس جامد، فبالتالي بيأثر على علاجه، بيرفض العلاج، أحيانا بيوقع علاج من أيام العلاج بتاعته، فدايما مبقاش متظبط النوم بتاعه، مش متظبط السكر بتاعه. فابتدي إن أنا أعرض العيان دوت على دكتور متخصص في النقطه ديت. لو لقيت عنده مشكله طبعا بتتحل جراحيا، او بتتحل الاول باجهزه وبعد كده بتتحل جراحيا، طبعا هيفرق جامد جدا في تثبيت السكر للعيان ده. طيب بالنسبه، هل ان انا المفروض ان اي عيان في الايدج ده او في الفتره العمريه ديت اعمل له رسم قلب وايكو هارت او اشعه تلفزيونيه على القلب علشان اتاكد ان هو ما عندوش مشاكل في القلب بسبب سكر تايب 2؟ هي طبعا مشهوره انها تيجي في السن ده، لكن الحقيقه مش مستحب ان انا ادور عليها طالما العيان ما بيشتكيش. لو ابتدى يشتكي باي حاجه، بوجع في صدره او الم في الصدر خاص، او انا شخصت ان هو شبيه بمرض القلب، لا ساعتها لازم اعمل العيان دوت رسم قلب واشعه تلفزيونيه على القلب واديله العلاج المناسب. كمان لازم ابص او ادور على مشاكل الكلى، مشاكل الكلى وهي افراز البروتينات او الالبومين في البول مع بدايه السكر. دي احيانا بردك حاجه ممكن تكون بتظهر في بدايات التشخيص او بدري قوي في العيانين دول، فلازم اعمل له حاجه اسمها اي سي ريشيو او بي سي ريشيو، بشوف بقيس كميه البروتينات في البول، هل هي الكلى بتسقط بروتينات كتيره في البول ولا لا، لان بردك لو ابتدت بكميه قليله ببتدي الحقها من انا ادخل علاجات للعيانين دول. طيب العيان ده لازم اوصل بيه لدرجات قليله جدا من السكر الصايم والفاطر وكمان التراكمي، لازم يوصل لارقام قليله قوي، يعني يفضل ان هو يبقى اقل من 7، وكمان في بعض السورسز بتقول ان هو ينزل عن 6.5. مش هخاف منهم قوي من انخفاض مستوى السكر قوي، لان العيانين دول معظمهم بيتعالج باللايف ستايل، ان هو مجرد بس ان هو يغير حياته، يغير المنظومه اللي هو ماشي بيها، يغير طبيعه اكله، يبتدي يلعب شويه رياضه، الدنيا بتتظبط معاه، وممكن نضيف له الميتفورمين او العلاج اللي هو البرشام بتاع السكر الاولي. طيب هل الطفل ده اكيد هو طفل كده او هو شاب يعتمد على نفسه لوحده فعلا مرضه؟ لا طبعا، لازم اشك العيله. العيله ده شيء اساسي، ما هو ما ينفعش طفل يا جماعه يكون عنده السكر ويقعد في وسط عيله بيعملوا اكل كله دهون وكله سكريات، واطلب منه لا انت المفروض ما تاكلش معانا، انت المفروض تاخد طبق على جنب وتاكل لوحدك، ساعتها بيكون ده ظلم كبير جدا. فلازم اشك العيله كلها بتاعت الطفل واطلب منهم ان انتوا الطفل ده هياكل healthy food او اكل صحي معاكم، انتوا كمان لازم تغيروا نظامكم ولازم تغيروا اكلكم، تبتدوا تاكلوا اكل صحي مع الطفل. لازم تشجعوا الطفل ده كاهله كاسره ان هو يلعب رياضه، وتودوه في مكان مناسب ان هو يقدر يلعب فيه رياضه. لازم تشجعوه ان هو يبطل الحياه الراكده اللي هو ماسك الموبايل طول الوقت، لا يسيب الموبايل شويه ويبتدي يتحرك، يقوم من مكانه، ما يفضلش قاعد طول الوقت قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر. احدد وقت او ساعات معينه للحاجات دي، بحيث ان هي ما تخليش الطفل قاعد طول الوقت، وده اللي هيخليه دايما يكسر السمنه او يبقى شخص صحته مش كويسه ويدخله في السكر النوع الثاني. مين تاني ممكن يدخل معانا؟ ممكن ادخل المدرسه او الجامعه، ما هو ده طفل في سنه موجود في المدرسه او في الجامعه، لازم يكون في دور للمدرسه، لان الطفل بيقضي وقت طويل جدا اكتر من البيت كمان في المدرسه اللي هو فيها. هشرك المدرسه ان هي تعمل بروجرامز او تدي محاضرات عن ازاي هيلثي لايف ستايل، ازاي
احسن من حياتي وازاي اظبط السكر بتاعي، وان دي حاجه منتشره في السن ده، وان انت مش الطفل الوحيد اللي بتعاني من المشكله دي، وفي اطفال زمايلك برضك بيعانوا منها، ولازم تعيش طبيعي زي بقيه الناس، ولازم تاكل بشكل صحي علشان تقدر تسيطر على المرض بتاعك او ان هو يتحسن كتير، وممكن بس بالتظبيط ده بتاع الهيلثي لايف ستايل تتحكم في المرض بتاعك وتقدر ان انت تخف منه او ان هو يعني تقلل جدا نسب العلاج بتاعتك. كمان في على الانترنت حاجات او برامج بتنزل بتشجع الادوليسن دوت او الشاب دوت ان هو يفقد وزنه، ان هو يظبط السكر بتاعه. الحقيقه الحاجات دي بقت منتشره دلوقتي على الانترنت وبتعمل تشجيع كويس للاطفال دولت او للشباب دولت، بشجعهم على كده. وطبعا بطلب من كل الاهالي ومن كل الامهات ان هم بليز خلوا بالكم من اكل اطفالكم، بلاش الفاست فود، بلاش الاكل اللي من بره، يا ريت ياكلوا الاكل الصحي اللي في البيت، يا ريت تشجعوهم على الرياضه قبل ما يخشوا في مشكله التايب 2 دايابيتس، مشاكل موربيد اوبيزيتي زي ما قلنا منتشر جدا فيها المشاكل المصاحبه للمرض ده. العيان بيخش في سندروم او في متلازمه كلها مشاكل، انا في ايدي كأم اقدر احمي ابني من كل المشاكل دي من الاول. بتمنى لكل اطفالنا الصحه والسلامه، وان شاء الله ما يضطروش ان هم يلجأوا للعلاج، لان الوقايه خير من العلاج. وشكرا لكم.